عامل مهم جدا من عوامل النصر في حرب اكتوبر هو اختيار التوقيت. اختيار التوقيت كان في شهر اكتوبر، وطبعا هنا لازم نوجه التحيه للواء اركان حرب صلاح فهمي نحله رئيس فرع التخطيط في القوات المسلحه في هذا التوقيت، لانه لما اسندت لي المهمه، مهمه اختيار اليوم اللي هنعبر فيه ونحارب فيه من المشير الجمسي، قعد فكر وكان في مجموعه من الاختيارات قدامه. فكر مثلا انه يكون في مايو، وكان في اقتراح اخر انه يكون في اغسطس، والاقتراح الثالث في اكتوبر. اخترنا اكتوبر زي ما احنا عارفين، كان عيد الغفران عندهم، وكان عيد الغفران ده بتعطل فيه كل وسائل، لانه طبعا مناسبه دينيه فبتعطل فيه كل وسائل الاعلام، ومن وسائل الاعلام دي الاذاعه، وكانت الاذاعه هي الاسرع في الوصول لضباط الاحتياط واستدعاء ضباط الاحتياط. طبعا في هذا التوقيت كنا 10 رمضان والقمر اقترب من ان يكتمل، فعشان ينير لينا عتمه الليل، واحنا عارفين ان الحرب استمرت 22 يوم زي ما اتكلمنا مع حضراتكم دلوقتي، فكنا محتاجين كمان اناره بالليل، فطبعا اعتمدنا على القمر في هذا التوقيت. راينا بقى كمان حركه المد والجزر عشان ما نكونش واحنا بنعبر يكون في مد فيكون عكس اتجاه العبور، فده طبعا يصعب المساله علينا اكتر. كل حاجه في هذا الحرب كانت مخططه ومدروسه، وكل حاجه ما كانش في حاجه متروكه للصدفه خالص في هذه الحرب. كنا يوم سبت كمان، وده يوم سبات عندهم، وهم كانوا عارفين احنا عندنا مناسبه دينيه وهي رمضان، فاحنا كمان كان من الصعب ان احنا نحارب في رمضان. كان عندهم كمان انتخابات الكنيسة في اخر الشهر، فتم استدعاء كل الضباط للتامين الداخلي، فاختيار الوقت كان فيه عبقريه الحقيقه لاختيار هذا التوقيت، وكان توقيت مثالي لحرب اكتوبر المجيده، واللي ساعد بجزء كبير جدا في النصر. في سجل بطولات نصر اكتوبر كمان بيجي اسم الفريق سعد الدين الشاذلي، رئيس أركان حرب القوات المسلحة في حرب أكتوبر، هو اللي أصدر التوجيه رقم 41، واللي حدد فيه أدق المهام التفصيلية للقوات المسلحة أثناء العبور والاقتحام. الفريق سعد الشاذلي، رئيس أركان حرب القوات المسلحة في حرب أكتوبر. ولد الفريق سعد الشاذلي بمحافظة الغربية في الأول من إبريل عام 1922، وتخرج في الكلية الحربية ضابطاً بسلاح المشاة في فبراير عام 1939. شارك في الحرب العالمية الثانية وحرب فلسطين، وأسس وقاد أول فرقة مظلات في مصر عام 1954. قاد كتيبة مظلات أثناء العدوان الثلاثي على مصر عام 1956، ثم قاد اللواء الأول المشاة في حرب اليمن من عام 1965 حتى عام 1966، وعين قائداً للقوات الخاصة من عام 1967 وحتى عام 1969. تولى رئاسة أركان حرب القوات المسلحة المصرية في 16 من مايو عام 1971، وحتى 13 من ديسمبر عام 1973. أصدر التوجيه 41، والذي حدد فيه أدق المهام التفصيلية للقوات المصرية أثناء العبور والاقتحام، وينسب إليه الفضل في وضع خطة المآذن العالية العملية بدر، والتي فتحت باب النصر في حرب أكتوبر. سجل التاريخ اسمه بماء الذهب كأحد أبرز القادة العسكريين في التاريخ المعاصر، فحصل على وسام نجمة الشرف العسكرية عن دوره القيادي في حرب أكتوبر. ورحل الفريق البطل سعد الشاذلي في 10 من فبراير عام 2011، منح قلادة النيل العظمى عن أعماله الجليلة التي قدمها للأمة المصرية.